هذا فيما يخص وزارة الصحة والسكان، لكن انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. ومن خلال 100 يوم صحة احنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن في العام الأول، وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين، حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب 100 يوم صحة في كل محافظات مصر. كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية.